مشاهدينا الكرام، أهلا بكم مجددا. نتواصل معكم دائما لاستكمال بقية الفقرات، حيث لا تزال مؤسسة إسرائيل للإعلام تسعى جاهدة لتواكب العصر في التطور التكنولوجي، فلم تكتفي باستحداث تطبيق إلكتروني يجمع الكتب المدرسية بالتقنية الثلاثية الأبعاد، فهي تقوم أيضا بإضافة بعض اللمسات والتقنيات من أجل تقديم كل ما هو أفضل في مجال التعليم. التطبيق يقدم العديد من التسهيلات في مجال العلوم للأطوار التعليمية الثلاث. وللتعرف أكثر عن هذا نسعد مشاهدينا باستضافة السيد نصر الدين العايب، مدير مؤسسة إسرائيل للإعلام. صباح الخير سيد العايب. صباح النور، السلام عليكم، شكرا للاستضافة. كل الشكر لك أنت أيضا على تلبية دعوتنا سيد العايب. إذا تطبيق Learn 4D هو تطبيق يعتبر الأول على مستوى الوطن العربي، وكان لنا الشرف أن ربما تناولنا هذا الموضوع، يعني وتحدثنا عن بعض ربما الأبعاد التي يحملها هذا التطبيق. يعني لو تذكرنا أكثر يعني وتعرفنا على هذا التطبيق من أجل دائما تذكير المشاهد وتعريفه بهذا التطبيق. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري عقدة من لساني يفقه قولي إن شاء الله. إذا بالنسبة للتطبيق، أولا كل شرف لي أنني معكم، بارك الله فيكم، استضفتوني العام الماضي بالنسبة لتطبيقنا، وهذا العام هناك جديد. إذا للتذكير بالنسبة لتطبيق Learn 4D، هو تطبيق معمول للكتاب المدرسي، وحنا حكمنا المستوى المتوسط، كتب العلوم السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة متوسط. وهاد الكتب هادو حنا لما شفنا باللي كاين هناك غياب عن التلاميذ، ما راهمش يديروا تجارب، يعني كانت عنده صورة درس، صورة يحفظها ويحفظ الشيء المحتوى، والآن نهار الامتحان الكلمة ولا زوج اللي يشفع عليهم يحطهم ومن بعد ينسى. احنا واش عملنا؟ عملنا تجارب افتراضية، يعني التلميذ يحكم سمارتفون تاعه ولا تابلت ويمشي بلا انترنت، يحط السمارتفون ولا تابلت فوق الرسم، الرسم يولي له ثلاثي الأبعاد. بعد ما يولي له ثلاثي الأبعاد، ذاك الوقت يقدر يتفاعل معه، على هذيك اللي سميناه 4D، التفاعل معه. كي يتفاعل معه يعني يقدر يكبره يصغره، يقدر مثلا يشوف كيفاش صرا الميكانيزمات تاع العمليه مع عمليه الالقاح، البراكين، الزلازل الى اخره. يعني كاين 70 انيميشنز هادو كاع يقدر يستعملهم ويشوفهم. نعم، تعاونوا للفهم. هذه بالنسبه للعام اللي فات. الجديد هذا العام ان زدنا حتى الرسوم، زدناها اكثر حيويه، بلوس دو يشوفها وكانها صح، يعني زدنا التفاعليه اكثر، التفاعليه اكثر هذه من جهه. وزدنا المؤثرات الصوتيه، المؤثرات الصوتيه لما يكون عمليه التنفس يسمعها، لما تكون بركان يسمع البركان، لما يكون زلازل كيف كيف الى اخره. يعني راه يعيش هذاك الانيماسيون عندك يعيشها، هذه من جهه. وزدنا الشرح الصوتي بلغه عربيه بصوت جيد، اخترناه باش يفهم. اذا التطبيق هو مكتمل، يعني فيه كل شروحات وفيه كل، راح التلميذ كما قالوا لي كنت في الاذاعه الثالثه عندها يومين، قالوا لي هكذا اذا ما فهمش خلاص ما نقدروا نديروا له والو، يعني بسطنا لهم الامور. وهذا شرف لنا اننا رانا نخدموا في مجال هذا التربوي والتعليمي وفي بلادنا. نعم الاستاذ العايب، يعني وهل لمستم ربما التجاوب من طرف التلاميذ، يعني وكان في هناك تغير فكري للتلاميذ، يعني خاصه الذين لا يجدون الفهم، يعني كما سبق وذكرت الان. نعم، يعني بعد كل هذه التسهيلات المقدمه من طرفكم. والله صدقين احنا لما كنا في معرض الكتاب عملنا تجربه. نعم، وشفنا كنا احنا في اواخر العام يعني في مارس الماضي، شفنا باللي قدمنا لهم بعض الاسئله على الدروس اللي قراوها في بدايه العام. السؤال احنا صبنا يعني نسبه كبيره من التلاميذ الدرس هذاك ما قعد لهمش في المذكره تاعهم، ولكن بعد ما شافوا التطبيق، بعد ما شاف الانيماسيون يشوفها كيفاش صرا، ذاك الوقت بقى له في الذهن تاعو. حتى الكبار درك راهم يفهموا، وحنا هذه المسعى علينا، لان المدرسه لحد الان هناك كاين مسعى تاع اولياء التلاميذ الى اخره باش التلميذ يجيب النقاط مليح وينتقل الى سنه. احنا المسعى تاعنا هو مسعى اخر، هو لازم يفهم الفهم، كيف فهمها ويشوفها خلاص راح تريح له في الذهن تاعو. وحنا درنا لهم بطريقه مبسطه باش يفهمها. وكما قلت لك كما كنا في معرض الكتاب، الشيء الطلبات اللي جاتنا من المستوى الثانوي بزاف،
ولكن الشيء اللي زاد فرحنا انه الطلبه الجامعيين طلبونا بهذا التطبيق، لان راح يبسط الامور، لان دركا معركه تاع الاستيعاب، يا هل ترى التلميذ ولا الطالب فهم الدرس ولا ما فهموش. وكي تكون عنده الانيماسيون هذيك يقدر يفهمها، يقدر هو يدير التجربه بذاته، يشوف عمليه الالقاح، يشوف كاع لي فيلم ما نقدرش نسميهم كاع، لان درناهم كلش النباتات منا 70 انيماسيون تشرح كل الدروس. وحنا دركا رانا نسعى باش نطوروها للسنوات الاولى. حنا التطبيق كما بالنسبه للعام اللي فات وهذا العام زدنا له مؤثرات صوتيه، زاد تفاعل اكثر، وزدنا الشرح الصوتي، زاد تفاعل اكثر. احنا الطموح تاعنا اننا نزيدوا الاطوار الاخرى، يا حبذا كون نزيدوها الجامعه ونزيدوها المواد الاخرى، لان كاين مشكل في الفيزياء. اساتذه الفيزياء قالوا لنا التلاميذ ماشي يفهموا، نقدروا نعاونهم هذا الشيء. وبالنسبه للاساتذه فرحوا بها، وكاين بزاف بعض الاساتذه قالوا لي طليتوا لنا على قلبنا، لان درك الاستاذ والاستاذه يحكم السمارت فون تاعو، يعني سمارت فون البسيط، يمكن الفيديو يشرح له سمارت فون البسيط، تحكم كابل ديرو في الداتا شو، الشيء اللي تشوفه هي اونتروادي ولا الاستاذ يشوفه اونتروادي، التلميذ يشوفه اونتروادي. درك ولات عندهم عمليه الشرح سهله، والتلميذ راهو الاستيعاب تاعو يكون احسن. نعم. وماذا عن المدارس التي تتعاملون معها الاستاذ العايب؟ يعني هل في هناك يعني اقبال كبير على هذا التطبيق، يعني من طرف سواء المؤسسات العموميه او المدارس الخاصه؟ احنا التطبيق هو موجه للتلميذ بصفه عامه، يعني نعم. المدارس الخاصه والمدارس العموميه. احنا عندنا اشكاليه بالنسبه للمدارس الخاصه، كاين اقبال الحمد لله، والمدارس الخاصه ما فيهاش اشكاليه، كيكون حاجه جديده يتبناوها، ولكن تبناها المدرسه وليس الاولياء. احنا لا الاولياء مشروه، يعني احنا لانه لا بالحديث يعني عن المدارس الخاصه، يعني تتبنى هي التطبيق من اجل ربما تعميمه داخل المدرسه. نعم، هي درك المدارس الخاصه ولاو تطبيق يشروه ويوزعوه على التلاميذ، لان ما عندهمش اشكاليه. اما بالنسبه للمدارس العامه التكميليات، الاشكاليه انهم ما جاهمش الضوء الاخضر من وزاره التربيه. وزارة التربية هما بداتهم المدارة، شافوني درنا عدة اجتماعات، عجبهم بزاف التطبيق، ولكن مازال ما درناش الخطوات اللازمة لتبني التطبيق. وحنا ماناش حنا حابين انها تتبنى، ماناش طالبين يعني مال ولا، ولكن لما يكون التبني ويشوفوا الامر التلاميذ ومنا، ويكون عندنا نقدروا ندخلوا المدارس لشرح هذا الموضوع هذا، يا حبذا لو كان احنا نستناو اشاره من عندهم. نعم. من خلال سلسله اللقاءات التي عقدتموها يعني مع الوزاره الوصيه، يعني هل في هناك يعني ربما امل وامكانيه تبني هذا المشروع؟ والله يعني المدراء اللي كانوا المدراء المركزيين، يعني لما شافوا التطبيق وكل عجبهم هذه العام اللي فات. نعم. وهذا العام رانا زدنا له يعني اضافات جديده منا، هناك يعني مؤشرات يعني ايجابيه، ولكن الخطوات مازالها شويه ثقيله. احنا انا طالبين خاصه رانا في بدايه العام المدرسي، لو كان يعمم وهذا نداء. احنا لاننا عندنا بلدنا بلد قاره، مساحه شاسعه، بالنسبه احنا التطبيق تاعنا موجه الى 3 ملايين و500 الف تلميذ في المستوى المتوسط، وبلدنا كبيره، ما نقدروش احنا نوزعوه بطريقه يعني ما يقدرش ستارت اب يعني تقدر توزعوا، لازم تكون هناك إعانة، لازم يكون هناك لي سبونسور، مثلا لي سبونسور اللي راهم يساهموا في بعض المجالات، هذا هو المجال اللي باش يساهموا فيه. لأننا واش رانا نديروا؟ رانا في مرحلة بناء الإنسان، هذا هو. درك حنايا التلميذ تاعنا اللي راهو يتكون دركا لازم يتكون، لازم يفهم الشيء اللي راهو يقراه، لان هو اللي راهو الطبيب تاع غدوه، المهندس تاع غدوه، القاضي تاع غدوه، الامام تاع غدوه، المدير تاع غدوه، الى اخره. دوك لازم فوالا هو رجل الغد، هو لازم يكون فاهم الشيء اللي راهو يديره. ودرك احنا الشيء اللي لاحظناه انه ما كانش يعني اللمس يعني ديريكتومون، المخابر ناقصه، احنا زدنا لهم دركا افتراضي بطريقه افتراضيه، وهذا العالم وكل راه متجه لهذه الامور هذه الافتراضيه، لانها تعاون بزاف. هناك راح يقول كاين بعض السلبيات فيها، ولكن بزاف الايجابيات،
حتى شفنا فيسبوك عنده يومين المرحله تاعو اللي جا درك الا العالم الافتراضي، لان في هذا كي نتعلموه بطريقه افتراضيه راح يتعلموه كانه راه يستعملها بطريقه مباشره. نعم نعم. الاستاذ العايب كنت قد تحدثت لي يعني قبل قليل عن ربما بعض الاساتذه ممن اشادوا يعني بهذا التطبيق، يعني من خلال احتكاكك معهم يعني وتواصلك معهم من خلال دائما بحديثك عن هذا التطبيق، يعني هل في هناك اقبال من طرف ربما شريحه معينه من الاساتذه على هذا التطبيق؟ يعني هل في هناك امكانيه يعني استعماله داخل بعض المدارس؟ يعني نعم من اجل دائما التسهيلات. نعم، هو احنا كما العام اللي فات احنا وزعناه مجانا كزكاة علم لكل الاساتذه في القطر الوطني، كان اقبال كبير على التطبيق واستعملوه داخل المدارس داخل التلاميذ، وكاين بزاف عندنا الاف الاساتذه اللي استعملوه، ولكن هذا اكل لا يكفي لان كاين بعض الاساتذه ما قدروناش نلحقوا لهم. انا لما نمشي مثلا في الولايات ولا نسالهم هل تعرفوا اللون فورد يمنا، نصيبوا باللي الصعده مازال ما لحق بزاف. على هذيك اللي درنا حملات في الفيسبوك من رانا نسيو نوصلوه نجربوا يعني الى ابعد منطقه الى اكبر عدد، ولكن لما يكون تبني من الوزاره الوصيه راح يكون عندنا تسهيلات. ولما نقولوا تبني ماناش نقولوا الاموال، رانا نقولوا التبني، يعني لما وزاره التربيه ولا وزير التربيه يقول لك باللي هذا التطبيق هذا مليح اذا فيه نقائص كش ما نزيدوا لكش ما، خاصه انه من بين التجارب الاولى في العالم، وهذا فخر لنا لما الاستاذ نوري له نقول له يعني لما تحكم السمارت فون تاعك وتشرح الدرس تاعك الاستاذ الاوروبي ماشي قريب بهذه الطريقه، وحنا اتصلوا بينا من الخارج قال لنا هذا فخر لنا انه هذه التجربه راهي جديده حتى هنا في الجزائر، يعني ظهرت من الجزائر، هذا فخر لنا. انا حابين يكون هناك دعم معنوي. نعم، يعني نفهم من خلال كلامك انه هذه التجربه يعني لا هي الاولى عبر العالم. هي من التجارب الاولى في العالم، نعم، يعني ثالثه ولا رابعه، يعني باش الانسان يكون يقول الصح هو لون فوردي، يعني هذا لا رياليتي اوغمونتي. هذه كاين بعض الناشرين يجي يدير الكتاب تاعو يزيد له التطبيق هذا باش يزيد في السومه تاعو، لكن حنا تجربه يعني وشنو هي الحاجه الاولى؟ انه الكتاب المدرسي، حنا حكمنا الكتاب المدرسي وزدنا له اضافه، يعني حتى ولي التلميذ ما لازمش يشري كتاب واحد اخر ولا الكتاب اللي شراه الوليد في بدايه السنه هذاك راح يمشي له فيه تطبيق. هذه حاجة الاولى. الحاجه الثانيه، لو كان عندنا حنايا بعد تجاري اسمها غير تجاره، لو كان درنا الا سنه في التطبيق، حنا درنا 4 سنوات. علاش؟ باش التلميذ لما يكون في السنه الاولى يشوف روحه بلي راه تمشي له كلعبه، هو راهو يلعب وراهو يفهم، راهو يشوف لي زانيماسيون يفهم، راح يقول الاب تاعو ولا يشوف خوه مثلا في السنه الثانيه يشوف باللي راح يمشي له في السنه الثانيه، ولا يشوف باباه يقول له جيب لي كتاب تاع السنه الثانيه، وبهذا الكتب هذيك شغل يقدر 4 سنوات يدير كاع لي زانيماسيون تاعها تدخل له في الذهن تاعو، يسمى راهو تعلم وهو راهو يلعب، وهذا هو الهدف تاعنا. لما يكون خاطرش حنا درك التكنولوجيا راهي مستعمله بطريقه غير صحيحه، ولكن وعندنا معركه تاع محتوى، والجزائر عندنا نقص في المحتوى. درك الحمد لله كاين جزائريين، مؤسسه اسراء الاعلام جزائريين 100%، تطبيق جزائري 100%، سوفتوير الرسومات كله جزائري 100%. نعم، وعندما نتحدث يعني عن توزيع هذا التطبيق سيد العايب وقلت انه في هناك ربما صعوبه في توصيله الى باقي الولايات، نتحدث ربما عن التطور التكنولوجي ككل، يعني عندما نتحدث ربما عن مناطق الظل يعني يكون في هناك صعوبه في التعامل مع هذا التطبيق، يعني هل فكرتم يعني في هذه الفئه وفي هذه الشريحه عن كيفية ربما امتلاكها لبعض هذه الوسائل التكنولوجية الحديثة؟ والله احنا سمارت فون دركا دخل كل بيوت، هذه وكاين احصائيات تقول هذا الشيء، حتى نصيبو ما نصيبوش الطفل اللي عنده، ولكن نصيب الاب تاعو مثلا عنده، دوك الاب تاعو مثلا اذا ينحيلو ابنه ينحيولو باش مثلا يدير فيسبوك ولا يدير الالعاب، دركا ينحيولو باش يستعملو باش يتعلم. هذه هي حنا لي سمارت فون كاين الحمد لله هذه من جهه، ولكن حنا الاشكاليه ما راهيش في الوسائل، الاشكاليه حنايا لاننا مؤسسه مصغره ستارت اب لابيليزي، عندنا مشكل في الاي بايمنت، كيفاش حنايا راح نخلصوا حتى واحنا درناه بسعر رمزي، ولكن حنا لازم كاين استثمار كبير ندار
والاستثمار هذا لازم يكون روتور دانفيسيسمون. ودرك حنايا حابين نلحقوه الى ابعد منطقه في الجزائر، وعلى هذيك كاين عندنا صعوبات. اذا كان عندنا الاي بايمنت سهل ماشي مشكل، ولكن دركا كاين شويه صعوبات باش نخلصوا. درك على هذيك اللي رانا نديروا نداء للجمعيات والناس اللي نوطابل والناس اللي مالف دير اعمال اسمها خيريه، حنا نعاونوهم نقدروا اون بو فير بوكو ساكريفيسيس مال نقصوا السعر الى اقصى حد باش نلحقوا الى ابعد منطقه في الجزائر. وهذا نزيد نعاود انه شرف وفخر لنا اننا نساهم في رفع مستوى التعليم في بلادنا. نعم، يعني بحديثك عن رفع مستوى التعليم السيد العايب، نتحدث ربما عن اللغة المستعملة في هذا التطبيق. يعني هل كل الدروس المقدمة، يعني بما أنكم أضفتم بعض التعديلات يعني على هذا التطبيق وكانت في هناك إضافات يعني متعلقة بالصوت، يعني هل تم استعمال اللغة العربية وفقط؟ نعم، لأن الكتاب هو باللغة العربية. نعم. اللغة العربية. في بعض العلوم يكون في هناك يعني بعض المصطلحات باللغة الفرنسية. لا. إحنا هو عربي 100% كما في الكتاب. الشيء اللي كان في الكتاب إحنا ما زدنا حتى إضافات. لكن إحنا عملناه نسخة تركية، خدمناها بتركيا 100%. والحمد لله، وهذا شرف لنا أننا خدمنا نسخة تركية بالكتاب التركي، وهي الآن في تركيا الحمد لله. ولكن بالنسبة للنسخة الجزائرية فهي عربية كامل كتاب العربي، وقادرين احنا نزيدوا اضافات. يعني كان يقولوا بلي مثلا اذا تحبوا ديروها بالانجليزية ولا باي لغة، احنا مؤسسة اسراء الاعلام رانا جاهزين الى اي اضافات نقدروا نزيدوها. نعم، وبإشارتك سيد العايب الى انه يعني هذا التطبيق تم توزيعه في دولة تركيا، يعني هل كان في هناك يعني اقبال كبير عليه وكان تبني من طرف الدولة التركية، ام دائما التعامل يكون مع المؤسسات الخاصة؟ هي الاقتصاد، كاين اقتصاد واقتصاد، هما عندهم ان ايكوسيستم، يعني ماشي كيما حنا تاعنا. حنا دركا نسعى ليه باش تبناه للدولة التركية، ولكن هما عندهم لما يكون تطبيق تحطيه في جوجل بلاي تم يقدر التلميذ يقدر يشريه. احنا في الجزائر عندنا هذه الاشكاليه، ما نقدروش احنا لما يكون التطبيق مدفوع لو كان نحطوه في جوجل بلاي ما نقدروش نخلصوا. هما عندهم اقتصاد مفتوح، يعني لما الانسان يكون عنده التطبيق ولا منه يقدر يخدم به، ما كان حتى اشكاليه. احنا عندنا شويه مازال الميكانيزمات تاع ليكو سيستم اللي راهي شويه ثقيله. نعم، وعندما نتحدث عن مؤسسة إسراء للإعلام سيدي، يعني نشوف أنها مؤسسة ناشئة. نعم. يعني بما أنك تتحدث ربما عن بعض المشاكل والعراقيل التي تواجهونها جراء التوزيع يعني وحتى ربما الترويج لهذا المشروع وهذه الفكرة، يعني هل تم ربما التواصل مع الوزارة المستحدثة من أجل المؤسسات الناشئة من أجل تبني حتى الفكرة؟ الحمد لله، من نهار الأولاني كان ترحيب كبير، وحنا من بين المؤسسات الاولى اللي خدينا اللابيل هديه، ومن بين المؤسسات الاولى انه المشروع تبنى وراهي دركا دخلت في راس مالنا الاي اس اف، نشكرهم على هذاك الشيء. اللي دركا حنا مؤسسه ولات مؤسسه عامه وخاصه، يعني فيها دخلوا في راس المال، وهذا شيء يعني الانسان اللي لازم يستعرب به، ولازم الانسان يشكر الناس اللي قايمين على هذا الشيء، هذا التبني هذا. ولكن احنا هذا تبني لي باش هذا الدفع لينا، ولكن من بعد كاين عامل اخر اللي لازم يتخدم من هذاك، هو الشيء اللي رانا نسعوا له، لان باش لما يدخلوا في راس المال تاعك يعاونك باش تعيش وبارك الله فيهم لهذا الشيء، وان شاء الله راه يكون راح الربح يكون ربح لينا وليهم، سي غانيون غانيون. ولكن حنا حابين نزيدوا، حنا حابين هذه التطبيقات هذه رانا حابين توصل، لان عندها فايده كبيره للتلميذ تاعنا، وكاين معركه، هذه معركه الوعي. لازم التلميذ ماشي ينتقل من سنه لسنه بالنقاط، لازم على حسب ما فهم الفهم تاعو. انا كي يكون فاهم ويجيب المعدل يعني متوسط، هاد انا كيف فهم احسن خير من اللي يجيب لي 18 ولا 19 والسيد ما راهوش فاهم. انا حاب يفهم، وبهذه الطريقه الحمد لله الحمد لله الحمد لله، يعني رانا نشوفوا باللي لما يشوفها في بضع الثواني يقول لك لا درك راني فهمت، هذاك هو الصح. نعم، يعني وفي ربما السيد العايب، يعني هل في هناك افكار جديده سيتم اضافتها يعني لهذا التطبيق مستقبلا؟ والله احنا عندنا طموح كبير، لان مادام درك التوجه
الى العالم الافتراضي، نقدروا حنا عندنا امكانيات نقدروا نستعملوا الخدات اسم لي كاسك 360 هذوك، نقدروا نستعملهم حتى في الاقسام، وهذه ما راهيش من العالم الخيال ولا ساينس فيكسيون، هذه نقدروا نديروها، لان هذا الشيء هذا درناه في بالنسبه مع المواقع الاثريه، لان خدمنا في هذاك الشيء، درنا اعاده الافتراضيه البناء، اعاده البناء الافتراضيه للمواقع الاثريه، لا ريكونستيتيوشن فيرتوال دي سيت اركيولوجيك، ونستعملنا هذاك الشيء. حنا كل هذه التقنيات نقدروا نستعملوها في التعليم. ودركا كاين عندنا بعض الاتصالات مع بعض الجامعات اللي حابين يستعملوا هذا التجربه، وانا حابين نزيدوا هذا نداء يعني حتى للمؤسسات الاخرى والشباب. حنا بلدنا كبيره وراهي مجال واسع للخدمه الاستثمار في هذا المجال. حنا برك لازم تكون الاي بايمنت، كيكون الاي بايمنت يعني سهل، نقدروا ديريكتومون مع ولي التلميذ يكون عنده التطبيق، كما مثلا دركا في البلدان الاوروبيه كاين تطبيق يشوفوا يشريه في بعض اللحظات. حنا دركا اشكاليه لازم نقولوا له تروح فيرسي سي سي بي ولا منا، كاين اللي ما عندهمش لاكارت، كاين هذه اللي راهي تشكل العرقله بالنسبه للتطور تاع مؤسسه تاعنا والمؤسسات الاخرى. نعم، اذا نتمنى لكم كل التوفيق السيد نصر الدين العايب مدير مؤسسه اسراء للاعلام، كل الشكر لك سيدي على حضورك معنا. اذا امكن بمناسبه ذكرى اندلاع ثوره التحريريه المجيده، يعني هذا فخر لنا اننا في الجزائر الشهداء، ونترحموا على شهدائنا ونقول لهم باللي ان شاء الله وكاين ما زال ابنائكم ان شاء الله يحملوا الرساله ان شاء الله. اذا كل الشكر لك السيد نصر الدين العايب مدير مؤسسه اسراء للاعلام، ونتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله. شكراً. العفو. اذا مشاهدينا الى هنا نكون قد وصلنا الى ختام هذه الفقره، غرفه الاخبار لا زالت متواصله بعد الفاصل.